تاكوش ترى المطبخ المكسيكي بالعديد من الأطباق التي لاقت رواج واسع في مختلف أنحاء العالم، ومن ضمنها طبق التاكو الشهي الذي بات من الأطباق الرئيسية التي لا تخلو منها لوائح الطعام. ومن مميزات هذا الطبق إمكانية تحضيره باستخدام اللحوم البيضاء والحمراء حسب الرغبة، وسنتحدث في هذه المقالة عن بعض وصفات التاكو الشهيرة. التاكو باللحم المفروم المكونات: نصف كيلوغرام من اللحمة المفرومة، بصلة مفرومة، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحريف، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من البابريكا، حبتان مفرومتان من البندورت، ثماني قطع من خبز التاكو ذي الحجم المتوسط، 4 أوراق من الخس المفروم بشكل خشن، ربع كوب من مبشور جبنة الموزاريلا. طريقة التحضير: سخني الزيت في مقلاة وشوحي فيه البصل حتى يذبل، أضيفي بهار الكمون والفلفل الحريف والبابريكا، ثم أضيفي اللحمة المفرومة، قلبي والمكونات مع بعضها ودعيها على النار ل8 دقائق تقريبا، ثم أضيفي البندورة المفرومة واستمري في تقليب الخليط. سخني قطع خبز التاكو باتباع التعليمات الواردة على علبته، وزعي مزيج اللحمة على قطع خبز التاكو وفوقها مفروم والخس ومبشور جبنة الموزاريلا. سندويشات تاكو الدجاج المكونات: كوب من البصل المقطع، فص مهروس من الثوم، كوبان من صدور الدجاج المقطعة والمطهية، نصف كوب من صلصة البندورت، حبة من الفلفل الأخضر الحريف والمفروم، شرائح من الخس، حبة متوسطة من البندورت مقطعة ومخلية البذور، نصف كوب من مبشور جبنة الشيدر، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، رقائق من خبز التاكو، علبة من صوص الباربيكي الجاهزة. طريقة التحضير: سخني القليل من الزيت في مقلاة ذات حجم متوسط، شوحي الثوم والبصل في الزيت، ثم أضيفي قطع الدجاج لهما، أضيفي صلصة البندورت والفلفل الحريف والفلفل الأسود والملح، دعي الخليط على نار متوسطة الحرارة إلى أن ينضج، وبعدها ضعي عليه صوص الباربيكي، أحشي خبز التاكو بخليط الحشوة وشرائح الخس والبندورت، ووزعي مبشور الجبنة على الوجه، ثم قدمي السندويشات. تاكو السمك بالكريمة الحامضة المكونات: نصف كوب من الكريمة الحامضة، نصف كوب من المايونيز، ربع كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة، 4 ملاعق كبيرة من بهارات التاكو، نصف كيلوغرام من سمك الفيليه المقطع إلى شرائح صغيرة، ملعقتان كبيرتان من الزيت،
ملايقتان كبيرتان من عسير الليمون، أفتنا عشرة شريحات من شرائح خبز أتاكو. مكونات التزيين: خس مقطعين، قطع صغيرة من البندورت، عصير ليمون حسب ذوقي، صلصة التاكو الجاهزة حسب ذوقي. طريقة التحضير: أمزجي الكريمة مع الكزبرة والمايونيز وملعقتين كبيرتين من بهارات التاكو في وعاء. اخلطي شرائح السمك مع عصير الليمون وزيت وما تبقى من بهارات التاكو في إناء. ضعي السمك المتبل في مقلاة على النار، ثم شوحيه إلى أن ينضج. وزعي خليط السمك في قطع خبز التاكو، وأسكبي فوقها كمية مناسبة من تتبيلها الكريمة. ضعي البندورت والخس وصلصة التاكو في السندويشات، ووزعي كمية قليلة من عصير الليمون على الوجه. فيديو طريقة عمل تاكو السمك الترف على المزيد من المعلومات حول طريقة عمل تاكو السمك شاهد الفيديو.